يعني لي حب جميل من شعب رائع وحب متبادل بينا. امبارح ادوني دفعة كده بحبهم وبمشاعرهم، يعني دوني حالة من السعادة بجد ان في تواصل، يعني حتى لو في بعد مسافات لكن الفن بيقرب كل المسافات. هحاول يوم الفيلم ان شاء الله ان انا اظهر بالكفتان المغربي لان انا بحبه جدا، إليجنت وشيك وديسنت وشو في نفس الوقت، يعني ملفت جدا للنظر. من أجمل الأزياء فعلا في الوطن العربي هو الكفتان المغربي، وأنا بحبه، ظهرت بيه في مناسبات عديدة. أولا حبهم للفن الراقي الحقيقي، أنا لغاية دلوقتي أشوف المغاربة بيحبوا يسمعوا أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والفنانين اللي ليهم قيمة كبيرة، مش إنه يعني فن للتسلية. وبشوف لما بعرض فيلم هنا بشوف الجمهور بيقدر القيمة الحقيقية، يعني فيلم يوم للستات أنا عرضته هنا في المغرب مهرجان خربكة، كان إقبال جماهيري كبير جدا وحصل على جائزة أحسن فيلم في المهرجان، فبشوف إنه جمهور بيقدر الفن.